الفنان الجميل محمد رجب، اهلا بيك معانا. مستعد؟ اهلا بيك، اكيد مستعد. اتفضل اسالني. ليه مقل جدا في ظهورك الاعلامي؟ والله ابدا ببقى مستني لما اعمل حاجه واطلع اتكلم عنها، لكن ما بعرفش اطلع اتكلم كده في المطلق يعني. هل بيتم دعوتك لاي من المهرجانات الموجوده في مصر؟ بيتم، بس يعني تقريبا بيبقى وانا بصور، يعني كل سنه تقريبا بيجي في ميعاد تصوير المسلسل او فيلم. رايك ايه في المهرجانات اللي بتتم واللي بيحصل على ريد كاربت؟ لا مبسوط جدا، ببقى نفسي اكون موجود معاهم بس ما بيبقاش نصيب. ليه التعتيم دايما على حياتك الخاصه؟ انا بعتبر حياتي الخاصه يعني تخصني لوحدي، مش مفروض يعني تبقى في الاعلام يعني. صحيح في البدايات اشتغلت كمساعد مخرج؟ اشتغلت كتير كمساعد مخرج، اشتغلت مع استاذ طارق العريان واشتغلت مع استاذ يوسف شاهين كمساعد مخرج كاعلانات واغاني وسينما. ايه الافلام اللي اشتغلت فيها مساعد مخرج؟ اشتغلت مساعد مخرج في الابواب المغلقه، اشتغلت في فيلم الاخر، اشتغلت مساعد مخرج في المصير وكنت ممثل اعلانات واغاني بقى كتير مع استاذ طارق العريان. صحيح اهلك كانوا رافضين دخولك عالم التمثيل؟ مش رافضين، كانوا مستغربين الفكره يعني، دي يعني اكتر من ان هم يبقوا رافضين، كان الموضوع بالنسبه لهم جايب الاستغراب يعني. المفروض الحياه الطبيعيه بتخلص الجامعه بتشتغل، فازاي بقى عايز تروح تمثل وازاي الطريق فكان الموضوع بالنسبه لهم استغراب جدا. رتب لي الافلام دي اللي فيها ادوارك من الاقدم للاحدث. مذكرات مراهقه، المصير، عمر 2000. المصير، المصير كنت واخد فيه مشاهدين، عمر 2000، مذكرات مراهقة. وكانت مذكرات مراهقة تقريبا هي خطوة الانطلاقة ان انا اخد دور ويكون له اسم. كانت الاول صفة، ادوار صغيرة كنت تبقى صفة مالكش اسم، ده اول اسم تسميته كان هيثم. كنت مبسوط جدا ان انا يعني، حتى والدتي الله يرحمها كانت تملي تسألني اقول لها لا لسه واضح الموضوع ان انا اتسمى، ده قصة طويلة مش هينة يعني. فما خدت دور في مذكرات مراهقة كنت انا واحمد عز وهند صبري، فكنت متفاجئ ان انا هيبقى ليا اسم، فكنت مبسوط لمجرد حد بيناديني. رغم ملامحك الهاديه الجميله الا ان تم اختيارك لادوار الشر في البدايات، ايه السبب؟ عشان كان اول خطوه مهمه بالنسبه لي كان فيلم مذكرات مراهقه، وكانت ايناس الدغيدي اختارتني للدور ده. ده كان التوقيت اللي انا تقريبا كنت قررت خلاص بقى ان انا ابعد عن المهنه دي واسافر اهاجر يعني، كنت بفكر اطلع اليونان. فما كلمتني اول دور عملته مهم كان دور مذكرات مراهقه، وهي كانت شايفه ان نظره عيني وطبقه صوتي هتحصرني في منطقه الادوار الشريره، وفعلا ده اللي حصل يعني. انا عملت 12 فيلم دور شرير، وكنت مبسوط ان انا ابتديت انجح واتحرك، بس في نفس الوقت كنت حزين جدا، لان كنت لما اجي اخش اي مكان عام كانت الناس بتتاثر بجد بالحكايه دي وتبقى مستغربة لوجودي، وده كان بيضايقني جدا. فكان أصحابي يقولوا لي لا بالعكس ده نجاح، فعديها كده. وبعدين أنا في الآخر لقيت نفسي مش متقبل الحكاية دي، إن أنا أبقى الناس زعلانة مني، ورجعت أقرر تاني إن أنا أبعد، لأني فعلا اتحصرت في حتة إن أنا دور الشرير، لغاية ما ربنا كرمني بدور بالصدفة. رايح أخد دفعة من شغل بعمله، ف جمال العدل ومحمد النجار ويسرى اختاروني لمسلسل لقاء على الهواء، ودي كانت النقله بقى الكبيره بالنسبه لي. صحيح في مسلسل لقاء على الهواء الفنانه يسرى زودت لك عدد المشاهد؟ انا كنت ماضي على 6 حلقات، المفروض في حلقه 6 بموت. عملت معاها مشهد كان ماستر سين، يعني اتاثرت جدا بالمشهد، طلبت المؤلف وكلمت المنتج وبقيت موجود معاها لغايه 32 حلقه. ودي كانت النقلة الكبيرة اللي حتى ودتني للسينما ان ابقى نجم سينما. غادة عادل وياسمين عبد العزيز ودولي شاهين، تكرر مع مين التجربة مرة تانية؟ والله انا كنت مبسوط في الشغل معهم هما الثلاثة، واتمنى ان اكرر معهم التجربة، وعلى حسب بقى الفيلم والدور اللي يناسب مين فيهم. اهم صفات برج الجوزاء اللي هو برجك؟ تخلينا نتكلم بقى عن برج. بص، هو انا البرج ده كنت الاول بخبيه، مبرضاش اقول انا برجي ايه، اللي كان ردة فعل الطبيعي ليه اللي هو فاهم، فبقيتش فاهم، فابتديت اقرا عنه جامد جدا. انا فخور بيه جدا برج ده، بحبه. برج الجوزاء اهم صفاته ايه؟ اهم صفاته ان هو صاحبه بيسمع كويس، ودي اعتقد ان هي صفه مهمه، ان اصحابك لما حد يجي يشتكي لك او كده ما تبقاش بتقول له نصيحه من بره يعني. هو صديق وفي جدا. عايز اتكلم عن مميزات خطيره، فكفايه عليه ان وفي.
اكتر اشاعه طلعت عليك وازعجتك؟ والله انا مش بتاع اشاعات يعني، الحمد لله انا ما عنديش حاجه تحط حواليها اشاعات. صفه ما بتحبهاش في الستات؟ الاسئله الكتير. لو ما كنتش ممثل تحب تكون ايه؟ والله لو ما كنتش ممثل يعني كنت افضل ابقى طيار، لان انا بحب ابقى متجدد ومتغير طول الوقت. فنان محمد رجب، شكرا ليك. ميرسي جدا جدا لحضوركم، وانا سعيد قوي ان انا معاكم على قناه سي بي سي.